اليوم صار الخلاص للعالم، فلنسبح الذي قام من القبر عنصر حياتنا، لأنه قد حطم الموت بالموت ومنحنا الظفر والرحمة العظمى. بارك يا سيد. مباركة يا مملكة الأب والابن والروح القدس، لنا وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. كيريا السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس والكهنة المكرمين في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو، المرضى والمضنيين والمختربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. كيريا إليسون. بعد
ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم خلصينا جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنه ينبغي لك كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دار الداهرين آمين بشفاعة والدة الليلة يا مخلص خلصنا بشفاعة والدة الليلة يا مخلص خلصنا بشفاعة والدة الليلة يا مخلص خلصنا سلام إلى الرب نطلب كيريا إليسون اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين نودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتلين لك هللويا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتلين لك هللويا خلصنا الآن وكل وان وإلى دار الدائرين آمين يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مارد لقد قابلت أن تتجسد لأجلي خلاصينا من القديسة والدة الإله دائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب
من إلى الرب نطلب. كريان ليسون أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة كتوليته مريم خلصينا جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب. لك للو صالح والمحب البشر ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكلان وإلى دار الداهرين. آمين. لتفرح السماويات ولتبتهج الأرضيات لأن الرب صنع عزا بساعده وغطي الموت بالموت وصار بكرى الأموات وأنقذنا من جوف الجحيم ومنح العالم رحمة العظمى. لتفرح السماويات ولتبتهج الأرضيات لأن الرب صنع عزا بساعده ووطي الموت بالموت وصار بكرى الأموات وأنقذنا ومنح العالم رحمة العظمى. لتفرح السماويات ولتبتهج الأرضيات لأن الرب صنع عزا بساعده ووطي الموت بالموت وصار بكرى الأموات وأنقذنا من جوف الجحيم ومنح العالم الرحمة العظمى. حكمة فلنستقيم افتي بروسكيني سومن και προσπέσομεν Χριστόν σον σον ημάς the end.
لأن الرب صنع عزا بسعيده ووطي الموت بالموت وصار بكرى الأموات وأنقذنا من جوف الجحيم ومنح العالم رحمة العظمى. لقد ظهرت يا خرالنبوس الحكيم المضبوط عمودا للكنيسة المسيح لا يتزعزع ومصباحا للمسكونة دائما نور قد تلألأ في العالم بالاستشهاد وما حق ظلام عبادات الأوثان الحالك فتشفع بدالة إلى المسيح في خلاصنا. بما أنك للمأسورين محرر ومعتق وللفقراء والمساكين عضد وناصر وللمرضى طبيب وشاف وعن المؤمنين مكافح ومحارب أيها العظيم في الشهداء جورجيوس اللابس الظفر تشفع إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا. شفعاء الأردن من فيه ولدوا أمته الأولى عاشوا حياة نسك الشريف لنمدحهم كمجاهدين ببهاء ماتوا مستشهدين ومجدوا الأرض في الأردن وهم أحباء الله إلى تلفي في إبلاس والأرض تصيرنا يفتارون. إذ أتيت يا الله على الأرض بمجد ترتعد منك البرايا بيسرها ونهر النار يجري أمام المنبر والكتب تفتح والأفكار تشهر فنجني من النار التي لا تطفى وأهلني للوقوف عن يمينك يا ديانا حقانيا. لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان. Come now.
اطلع من السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحان التي يمينك غرستها لسنين عديدة يا Έβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν
ενεφύτευσεν η δεξιόν σου. Δυσινήν αδίδα για اطلع من السماء يا رب يا رب وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها لسنين عديدة يا حسن العبادة يا ربي خالص الحسن العبادة واستجب لنا فيلوس الأب الأقدس الطوباوي والجزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين وسوريا العربية وعبر الأردن وقانا الجليل وصهيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدة Θεοφίλου του Μακαριωτά του Θείωτά του τε και Παναγίωτά του Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Συρίας Αραβίας πέραν του Ιορδάνου Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών πολλά τα έτη. Θεοφίλος ο Λάβος ο Λάβος
الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقان الجليل وصيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدا كريستوفوروس الكل الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس ساقف على مدينة كرياكوبوليس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدا كريستوفوروس الكل يطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس أساقفة على مدينة كرياكوبوليس المقدسة المتقدمة في الكرامة والمتصدرة في الرئاسة على مدينة عمان وتوابعها أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدا قوتي وتسبحة الرام فلنصغي أدبا أداب للرام حكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس حكمة فلنصغي يا إخوة إن الطعام لا يقربنا إلى الله لأن إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص ولكن انظروا أن لا يكون سلطانكم هذا معثرة للضعفاء لأنه إن رآك أحد يا من له العلم متكن في بيت الأوثان أفلا يتقوى ضميره وهو ضعيف وهو ضعيف على أكل ذبائح الأوثان فيهلك بسبب علمك الأخ الأضعف الذي مات المسيح لأجله وهكذا إذ تخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضمائرهم وهي ضعيفة إنما تخطئون إلى المسيح فلذلك إن كان الطعام يشكك أخي فلا أكل لحما إلى الأبد لئلا أشكك أخي ألست أنا رسولا ألست أنا حرا أما رأيت يسوع المسيح ربنا
ألستم أنتم عمليًا في الرب؟ وإن لم أكن رسولًا إلى آخرين فإني رسول إليكم. لأن خاتم رسالتي هو أنتم في الرب. سلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب. حكمة فلنستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. فلنصغي. قال الرب: متى جاء ابن البشر في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على عرش مجده وتجمع إليه كل الأمم، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجدام، ويقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فعدتموني، ومحبوساً فأتيتم إلي. حينئذ يجيبه الصديقون قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعاً فأطعمناك، أو عطشاناً فسقيناك، ومتى رأيناك غريباً فأويناك، أو عرياناً فكسوناك، ومتى رأيناك مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتم ذلك بأحد إخوة هؤلاء الصغار فبي فعلتموه. حينئذ يقول أيضاً للذين عن يساره: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، وعطشت فلم تسقوني، وكنت غريباً فلم تأووني، وعرياناً فلم تكسوني، ومريضاً ومحبوساً فلم تزوريني. حينئذ يجيبهم أيضاً قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعاً أو عطشاناً أو غريباً أو عرياناً أو مريضاً أو محبوساً ولم نخدمك؟ حينئذ يجيبهم قائلاً: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوا ذلك بأحد هؤلاء الصغار
فبي لم تفعلوه، فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي والصديقون إلى الحياة الأبدية. قال الرب لتلاميذه: بهذا أوصيكم أن يحب بعضكم بعض، إن كان العالم يبغضكم فاعلموا إنه قد أبغضني قبلكم، لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، لكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لأجل هذا يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم: ليس عبد أعظم من سيده، إن كانوا اضطهدوني فسيضطهدونكم أنتم أيضا، وإن كانوا حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم أيضا، وإنما سيفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لم يعرفوا الذي أرسلني. لو لم آتي وأكلمهم لم تكن لهم خطيئة، وأما الآن فليس لهم حجة في خطيئتهم. من يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أعمل بينهم أعمالا لم يعملها آخر لم تكن لهم خطيئة، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. ولكن ذلك لتتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم: إنهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي أرسله إليكم من عند الآب، روح الحق الذي من الآب ينبثق، فهو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ الابتداء. قد كلمتكم بهذا لكي لا تشكوا. فإنهم سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم إنه يقدم عبادة لله. والابن والروح القدس، أمين. أبنائي، اليوم الكنيسة المقدسة توضع أمامنا مشهد عظيم ورهيب، اللي هو مشهد الدينونة. مشهد اللي فيه يأتي رب المجد لكي يدين العالم. في الأحدين الماضيين من فترة التريوذي، هاي الفترة التحضيرية اللي منتحضر فيها حتى ندخل للصوم الأربعين المقدس، شفنا أهمية التواضع في مثل الفريسي والعشار، وشفنا أهمية التوبة والعودة للإله الآب بمثل أو بكلام السيد عن الابن الشاطر في الأحد الماضي. واليوم الكنيسة الأم، كنيستنا المقدسة، بتضع أي أمامنا الدينونة، يوم المجيء الثاني للرب والمخلص يسوع المسيح. لأنه زي ما منعرف ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح تجسد، ولد في مغارة بيت لحم، وكان هاد مجيئه الأول اللي فيه أتى لكي يدعو العالم إلى التوبة والخلاص، وافتدى العالم بدمه على الصليب، وهيك بموته أباد الموت
اللي كان مستولي علينا بسبب الخطيئة اللي من أجلها طردنا من الفردوس. بقيامة المسيح وصعوده إلى السماوات أعاد طبيعتنا اللي سقطت بآدم، عادت بيسوع المسيح للفردوس. ولكن المسيح سيأتي أيضاً بمجد عظيم ليدين العالم ويدين الأحياء والأموات، زي ما منحكي في دستور الإيمان في كل صلاة منصليها. واليوم الكنيسة بتوضع أمامنا هذا المشهد الرهيب، يوم الدينونة، حتى تصحينا الكنيسة وتأكد لنا إنه نعم إلهكم إلهنا إله محبة ورحمة وطويل الأناء وعطوف ورحيم، بيحتضن كل خاطي بالتوبة يعود إله، ولكنه في داخل هاي المحبة والرحمة في عدالة، في دينونة. وأمام هاي الدينونة كلنا منرهب، لأن كلنا رح نمثل أمام هذا المنبر الرهيب لكي ندان. كل واحد فينا رح يوقف أمام هذا المنبر الرهيب عندما يأتي الرب والمخلص ليدين الأحياء والأموات، لما يجي أيضاً بمجد عظيم من السماء وعلامة الصليب معه، والعالم كله رح يراه آتي بمجد ليدين الأحياء والأموات. وقتها سنقف أمام المنبر الرهيب لكي ندان. الكنيسة اليوم بتذكرنا بيوم الدينونة حتى نتوب، حتى نصحى، وحتى نعرف إنه الله وضع حد للشر اللي صار في العالم، والشر له تاريخ انتهاء مهما عظم. يعني اليوم الكنيسة بتوبخ كل واحد فينا، كل واحد فينا، وبتحكي له انتبه، لأنك رح تقف أمام المنبر الرهيب لكي تدان. فعد إلى رشدك، توب وعد إلى الله. ولكن في نفس الوقت الكنيسة بتأكد لنا إنه الشر له تاريخ انتهاء، لأنه الله ما خلق الشر، الله خلق كل شيء صالح، وفقط الصلاح هو يدوم. ولكن الشر نحن أوجدناه بسوء استخدامنا للحرية الممنوحة إلينا كموهبة من الله. يعني نحن عملنا بجهل، في عنا مثل بحكي، في عنا أرمى تحكي لنا انتبه، إذا مشيت هاي الطريق فيها ألغام. معناته إيش؟ نحن منحكي إذا مشيت في هاي الطريق اللي هي فيها ألغام، بأي لحظة رح ينفجر اللغم، القنبلة، وأنا رح أموت، فبالتالي ما بمشي بهاي الطريق. أي إنسان عاقل ما بمشي في الطريق. وهيك الرب لما وضع لنا الوصية وحكى لنا إنه ما نمشي بطريق الشر، بطريق الخطية، نحن ما سمعنا ومشينا، ما أطعنا، وبالتالي
صار علينا موت. هيك دخل الموت لإلنا. بدخول الخطية دخل الفساد لإلنا. ربنا ما خلقنا نحن للموت ولا للفساد، ولكن خلقنا إنه نعيش معه حياة أبدية. ولكن لما دخلت الخطية دخل الموت والفساد لإلنا. وعشان هيك ربنا بمحبته لإلنا وضع لنا الموت البيولوجي، حتى الشر ما يضل فينا، يعني الأمراض وكل هاي الأمور اللي فينا ما تبقى على الأبد. وبالتالي أعطانا الحياة الأبدية بقيامته من بين الأموات. اليوم الكنيسة وهي بتضع أمامنا يوم الدينونة الرهيب بتسمعنا الإنجيل اللي سمعناه، الإنجيل الأول، لأنه أنا قرأت اليوم إنجيلين. الإنجيل الأول هو للأحد اللي هو اليوم، لأحد الدينونة اللي منسميه كمان أحد مرفع اللحم، لأنه اليوم آخر يوم للحم، من بكرة بنبلش نرفع اللحم، ما في لحم من بكرة في الكنيسة، الأسبوع كله مسموح فيه في البياض لحد الأحد القادم اللي من يوم الاثنين بندخل في الصوم الأربعين المقدس. ولكن الإنجيل الثاني اللي قرأته هو للقديس خارالمبوس فرح، اللي هو اليوم عيده كمان، واليوم منعيد كل واحد من أبنائنا اللي بيحمل اسم فرح أو فرحة، وبنتمنى لهم القداسة ومنعايد عليهم باسم شفيعهم القديس خارالمبوس، ومنعايد كمان قدس أبونا فرح حداد اللي منصلي ومنطلب من ربنا إنه يعطيه الشفاء. فبالتالي الإنجيل الأول اللي سمعناه هو كان للدينونة، وشفنا شو معيار ومقياس الدينونة. اللي منشوفه في الإنجيل إنه التساؤل، إمتى شفناك؟ الصديقين الأبرار والخطاة بتساءلوا نفس السؤال، إمتى شفناك مريض أو عريان أو عطشان أو جوعان وما خدمناك؟ مستحيل كنا نشوفك وما نخدمك، أنت رب المجد. وهون بتيجي الحقيقة اللي بتوضعها اليوم أمامنا الكنيسة في يوم الدينونة، ونحن أمامنا مشهد الدينونة، إنه قديش مهم تكون علاقتنا سليمة مع بعضنا البعض نحن، لأنه في كل واحد فينا الله ساكن، وكل واحد فينا بيحمل صورة الله ومثاله، اللي بسعى ليوصل للمثال، يعني الإنسان يحمل صورة الله ويجاهد للوصول للمثال. فبالتالي اليوم الكنيسة وأمامنا الدينونة بتحط مكانة أخونا الإنسان الحقيقية في أعيننا، وبتحكي لنا في نفس الوقت وإنت تنتبه إنك ستدان في اليوم الأخير، انتبه، لأنك كل يوم تدان بعلاقتك مع أخوك الإنسان، مع القريبك. فبالتالي انتبه كيف بتتعامل مع قريبك، كيف بتفكر في قريبك، كيف بتستقبل من قريبك كل شيء، إما كان كويس أو سيء. وبتنبهنا كيف لازم نحب القريب. المحبة اللي علمنا إياها يسوع وهو على الصليب. عشان هيك هو حكى وصية جديدة أعطيكم، أن يحب بعضكم بعض كما أحببتكم أنا. بهذا يعرف العالم أنكم تلاميذي. فاليوم الكنيسة وهي بتضع أمامنا يوم الدينونة تدعونا إنه نكون تلاميذ حقيقيين للرب والمخلص يسوع المسيح. لأنه نحن كثير مرات منكون قصات القلوب مع بعضنا البعض. نعم، منكون قصات القلوب مع بعضنا البعض، ما منتعامل بمحبة، برأفة، بحنان، بعطف،
ولكننا بنتعامل بقساوة. فبالتالي ما في عنا روح المسيحية، ما في عنا روح الإيمان والحياة الروحية المسيحية. الكنيسة بتوضعنا ونحن داخلين تدريجياً للصوم، بتنبهنا قديش علينا مسؤولية روحية، مسؤولية إنسانية، إنه تكون علاقتنا ببعضنا البعض علاقة سليمة، فكرنا يكون نقي تجاه الآخر، ما نظن السوء في الآخر، ما نحكم على الآخر ولا ندينه، ولكن نحبه، لأن المحبة هي عمل الله في داخل الإنسان. يعني أنت كل ما حبيت قريبك كل ما قربت أكثر من الله، وهذا شفناه بإنجيل اليوم. ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتموه. يعني شو بتعمل مع أخوك الإنسان؟ بتعمل مع الله. هذا كلام الإنجيل. على هذا الأساس رح ندان يوم الدينونة. شو عملنا مع بعضنا البعض رح ندان. أبنائي، ونحن في هاي الأجواء الروحية منصلي ومنطلب من ربنا إنه يعطينا توبة حقيقية، يعطينا محبة لبعضنا البعض حقيقية. في زمن صعب منشوف العالم حوالينا قديش الأمور كل مالها ما بتصعب، إما كانت سياسية أو اقتصادية أو معيشية أو اجتماعية أو أسرية أو تربوية، كل المجالات وكل الميادين فيها مشاكل، فيها اضطراب. الكنيسة بتدعونا نحن لتوبة، وبالتوبة رح تصير المصالحة مع الله ومع القريب ومع نفسنا. هيك نحن المسيحيين دائما كنا نجتاز كل المصاعب بالتوبة، كل الحروب والشدائد والضيقات كنا نجتازها بالتوبة فقط. هذا هو سلاحنا، سلاحنا هو سلاح التوبة والمحبة، هاي هي قوتنا. ما تفكروا إنه المسيحي بالمحبة بيكون ضعيف، هاي الصورة الشيطان بيحاول يعطينا إياها حتى نبعد أكثر عن المسيح. دائماً بيحط وسواس في ذهننا، وين كرامتك؟ وين حقك؟ فهمه، خد حقك. بيودعنا في اضطراب، في تشويش. وهيك نحن منوصى أهم وصية في الإنجيل اللي هي المحبة والتوبة. أقوى سلاح في إيدنا هي التوبة والمحبة. بالتوبة والمحبة بنتعلم كل الفضائل، وبنتعلم كيف نصلي، وبنتعلم كيف نتواضع، وبنتعلم كل فضيلة من الفضائل بالتوبة وبالمحبة. أبنائي، بتمنى لكم فترة مباركة اللي داخلين عليها تدريجياً، فترة الصوم الأربعين المقدس. أنتوا ورعيكم الجليل قدس أبونا عبد الله الورع التقي اللي برعاكم بكل محبة ومخافة الله. ربنا يبارككم أبنائي جميعاً، ربنا يعطينا كلنا حياة مرضية لديه، ويكون الصوم صوم الأربعين المقدس لكل واحد فينا لتقدم الروحي، لخلاصه، حتى يتمجد ربنا في كل واحد فينا. كل سنة وأنتم سالمين أبنائي. نعمة وبركة ربنا وأمنا الفائقة القداسة والقديس خارالمبوس اليوم من ناحية تذكاره هي دائما تكون معنا. أمين. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا الله.
قلب تلك من الخاطئ والحمد إلى الرب نطلب يا رب الحمد. ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية Yeah.
جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسي ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس المجمع المقدس مع إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين الكهنة الشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح. أخانا وشريكنا في الخدمة الإيكونوموس عبد الله راعي هذه الكنيسة المقدسة وهذه الرعية المحروسة من الرب مع الشماس سوفرونيوس والراهب صابان. جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة والذين تغيبوا عنا لأسباب مرضية لدى الرب، مع جميع الذين في الضيقات والأمراض والأحزان والشدائد، الذين في الأسر والسجون والمعتقلات والزلازل والحروب والكوارث والحرائق، والذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم، وجميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحيام، والذين على فكر كل واحد منكم مع عبد الله الأب فرح ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا، جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين، والذين على فكر كل واحد منكم مع البطريرك ثيودوروس وفينيديكتوس، مع رؤساء الكهنة أريستوفولوس قسطنطين وسيلفستروس، مع جميع الكهنة المتوحدين والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات الذين خدموا في جميع كنائس وأديرة المملكة، ليذكرهم الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الدار. مراتب ملكوت
نكمل طلباتنا للرب. من أجل هذه القرابين المكرمة الموضوعة إلى الرب نطلب يا رب ارحم. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطية من الرب نسأل. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. غفران خطايانا والصفحة عن ذنوبنا من الرب نسى. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسى. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسى. استجب يا رب. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسى. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لأجل رفات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك محو ومع روحك الكل قدس صالحي وصالحي لنا كل وان وإلى دار الداهرين. لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر. الأبواب بحكمة فلنصغي أؤمن بإله واحد آب خالق الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا
أجلي وخلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء والأنس وصلب عنا على عهد ميلاد سلطانه وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسوية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة الدائلات آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام. رحمتك سلامي ذبيحتك تسليم. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم. واجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل مكان سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغير، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس. وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود، ولما سقطنا عدت فأقمتنا ولم تنفك تعمل كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل. فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات، مما نعلمه ومما نجهله ظاهرا كان أم خفيا. ونشكرك أيضا على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين. تسبيح الظفري مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين نهتف نحن أيضا مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر، ونقول: قدوس أنت وكلي القداسة، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس،
قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال. يا من أحب عالمه بهذا المقدار حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل على الحياة الأبدية. يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا ثم في الليلة التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم، أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. ونحن لتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى من أجلنا، الصلب والقبر والقيامة الثلاثية الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيد، التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا إن نقدم أيضا لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية، ونرغب إليك ونطلب ونتضرع، فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم. وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم. محولا إياهما بروحك القدوس. حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس لمغفرة الخطايا لشركة الروح القدس وملء ملكوت السماوات والدالة لديك، لا لدينونا ولا لقضاء علينا. ثم نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذي نرتاح من هذه الحياة على الإيمان، من الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء الرسل والكرزة المبشرين والشهداء المعترفين والنساك وكل روح صديق توفي على الإيمان. أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام ولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك. استكير الفضول من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. Thank you.
التي هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. والخاطرين على فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن يا رب أولا وأبا رئيس ساقفتنا خريستوفروس هبهم لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام صانعا باستقامة كلمة حقك. اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلالي أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الدائرين. آمين. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدسات إلى الرب نطلب من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقل المقدس لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوض النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم احفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نساء ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نساء غفران خطايانا والصفحة عن ذنوبنا من الرب نساء الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نساء أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نساء أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوبين السال بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا على أن ندعوك بن غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه ليأتي
ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد يا الآب والابن والروح القدس لنا وكل آن وإلى دار الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. لنحني رؤوسنا للرب. لك نشكرك أيها الملك الذي لا تدرك الأبصار، يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا، بكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء، انظر الذين أحنوا لك رؤوسهم، فإنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب. فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه من الأمور حتى يكون للخير لنا جميعاً على حاجة كل واحد منا. سر مع السائلين في البحر، ورافق المسافرين في البر والجو، واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأسادنا. بنعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور. أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي انا الخاطئ، يا الله اغفر لي انا الخاطئ. فلنصغي المقدسات للقديسين قدوسا واحدا وبشفاعات والدتك الكلية الطهارة
نخلون. أيها الرب يسوع المسيح، يا من منح بطرس والزانية غفران خطاياهما بواسطة الدموع وبرى العشار لما عرف ذنوبه تقبل اعتراف عبيدك، إن كانوا قد ارتكبوا خطيئة بالطوع أو بالكره بالفعل أو بالفكر وقد تابوا عنها واعترفوا أمام أبائهم الروحيين، فاغفر لهم بحسب كثرة رحمتك، لأن لك وحدك سلطان ترك الخطيئة. وإياك نمجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. Yeah.
تسبيح كل الشرابين ومدحة ملكية. رحيا عروس العروس لها ويا نشيد السرافين الأرواح الكلية. رحيا عروس العروس لها ورؤساء الملائكة الأجناد العلوية. رحيا بشفاعة الفائقة القداسة سيدتنا والدة الإله وقديسيك عدم الفدة وشافي المرضى وقديس خرالمبوس وجميع قديسيك. إن نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضا لأسرارك السماوية. اجعل طريقنا قويمة، ثبتنا جميعا في خشيتك، احفظ حياتنا وأيد خطانا في صلوات وتضرعات المجيدة سيدتنا والدة الإله وجميع قديسيك. أمين. ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض. ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض. ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض. تبارك الله إلهنا. كل حين ألا نكون نمي دار الداهرين. آمين. ليقترب قلبنا من تسبيحاتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة غير الميتة السماوية المحيية الرهيبة، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لأنك
أنت هو تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب يا من تبارك الذين يفهمونك وتقدس الذين يفهمون عليك، خلص شعبك، بارك ميراثك، احفظ ملي كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك، أن تشرفهم ذلك بقدرتك الإلهية. لا تخذلنا نحن متكلين عليك، بالسلام للعالم، للكنائس، للكهنة، الحكام، لكل شعبك. إن كل عطية صالحة، كل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك بالهوار، ولك رفع المجد والشكر والسجود أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل وان دهر الداهرين. والقديس المجيد الرسول الكلي مديحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم، والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر، والقديس العظيم في الشهداء جيورجيوس اللابس الظفر شفيع هذه الكنيسة المقدسة، والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر وأبانا ورئيسا صلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح لنا ارحمنا وخلصنا. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم.